أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا فيكم مع حلقة جديدة من برنامج الغبقة الذي يأتيكم عبر شاشة تلفزيون قطر يوميا من 10 إلى الساعة 11 مساء. يعني نحاول أن نكون في مجلسكم، نحاول نكون معاكم، نحاول نحن نطرح الأمور تدور في بالكم من خلال طبعا ضيوفنا الكرام. مساك بالخير يا سعد. هلا ومرحبا اخوي ابو علي. طبعا اعزائي المشاهدين، ايوه مساكم الله بالخير. في البدايه اليوم كلماتك كذي جايه هاديه شوي ابو علي، ها وايد وبقايل شيء اليوم صراحه في كلمه ولازم اقولها في البدايه. اليوم كانت حلقتنا عن القطاع التعليمي في قطر ونقاش حول اهم القضايا الخاصه بالتعليم، ولكن الجماعه اعتذروا قبل الحلقه. ستكون طبعا حلقتنا الليلة عن وسائل التواصل الاجتماعي في قطر، خاصة مع تعاظم دورها في فترة كورونا. راح نناقش طبعا مع ضيوفنا الدور اللي يقومون فيه في السوشيال ميديا، يعني وهل احنا هذه السوشيال ميديا احنا في نقمة ولا نعمة. وطبعا اليوم انا بعتبر ابو علي لانه ما شاء الله من ايضا من المشاهير في السوشيال ميديا، يعني نعم فبعتبره ضيف، انا مقدم الحلقة بعد مقارك اليوم. اعزائي المشاهدين، خلنا في البداية شيء نرحب بضيوفنا الكرام. على يميني طبعا اخوي عبد الله العنزي، ناشط في وسائل التواصل الاجتماعي. مرحبا يا ابو محمد. يا مرحبا يا ابو علي، يعطيك العافيه. مساك الله بالخير. متشرفين بوجودك. بس شليتوا الكمامات الحين يوم تصورون قدام الناس وانتم مسابقين الكمامات؟ لا بالكمامات اول ادور الحلقه بدا بس الكمام قبل لا يتكلمون افتحوه. ايش رايك بس؟ ايش دعم مسوين تباعد اموركم طيبه. ايضا على الجانب الايسر اخونا حسن حمود، اعلامي وناشط اجتماعي. مرحبا وسهلا فيك اخوي. الله يرحب بك. اول شيء مبارك عليكم الشهر، كل عام وانتم بخير. ويشرفني اني اتواجد وياكم. يا مرحبا وسهلا. ايضا اخونا جاسم سلمان، كاتب واعلامي. يعطيك العافيه اخوي جاسم. الله يعافيكم، مبارك عليكم الشهر جميعا. مبارك علينا جميعا ان شاء الله. بس خلينا نبتدي اول شيء، اسمح لي. لا لا بس لحظه، بس دقيقه، بس بخليك. عشان اقول استاذ عبد الله، يعني استاذ عبد الله طبعا دش علينا وعمل الربكه كالعاده. يعني ما شاء الله عليه مشهور السوشيال ميديا وما شاء الله عليه من قعد يصور ويحط وذي. اول ما دخلت كنت انا لابس كمامه ولا يا استاذ عبد الله؟ قلت لي روح سوي التباعد. عقب ما لميتني وحبيتني. طيب خلينا نبتدي مع عبد الله، دام بدينا مع عبد الله. عبد الله العنزي، الناشط المثير دائما في وسائل التواصل الاجتماعي. البعض يقول وينكم عن جائحه كورونا يا مشاهير التواصل الاجتماعي؟ وين من اي ناحيه يا ابو علي؟ من كافه النواحي. في كل النواحي موجودين، انا ويا اخواني وانت يا ابو علي معانا. دائما متهمين احنا. شوف الاتهام هذا لا يعني ان انت لست بموجود. يعني اليوم قد يكون فيه بعض التنمر او بعض الطاقات السلبيه من اشخاص معينين، ولكن هم ما يمثلون ان انت الدور اللي انت تقوم به. المناط بالناس ان الناس هي تشوف الطرح وتشوف دور الشباب كلهم، كل ما يعني يكون في صالح المواطن، في مبادرات، في قضيه التباعد الاجتماعي، في الاحتراز، في قضيه اخذ التطعيمات طبعا. أيوة. كوفيد مو بكوفيد، هذه كوفيد انا قلتها قبل مسكوها علي عقب ما تعلمتها. عبد الله ليش ما تقول اوكي متواجدين، بس ليش ما تقول انك ما راح ترضي الكل؟ أيوة. طول ما انت ابديت راي في اي قضيه معينه دام انها قابله للنقاش، تاكد انك بتلقى من يهاجمك وبتلقى من اللي وياك. المشكله اللي وياك تلقاه ساكت، عشان كذا انت ما تدري. ما هو انت اللي تاكد انه وياك ناس، لكن المشكله اللي ضدك او اللي تقول مو بعاجبه طرحك، يمكن مو بعاجبه شخصيتك. ترى للاسف يعني احنا في عندنا مشكله، اذا حبينا الواحد حبينا كل ما يقوله. ترى هذه خلينا نكون يعني مقتنعين فيها ابو حمود، في جزئيه مهمه. واذا ما حبيتك والله لو تقرا قران قلنا لا انت مو بزين. يعني بس بقول لك يا استاذ عبد الله، يعني خلينا نتفق في البدايه، انا وحسن حمود نقدم الحلقه الليله. أيه؟ وانتم ما شاء الله بعد في السوشيال ميديا. ها ما عليه استاذ جاسم. نغير شوي. هاي استاذ عزت والله ليش لا، بالعكس، لان يعني ابو حمود بدل اماكن ابو علي ابو حمود ولا لا 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 ابو حمود ايضا لا 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 يعني تغريدات مميزه ولا تخصص. انت مع ان يكون المشاهير يكونوا متخصصين ولا انه يعرف في كل شيء ويفتي في كل شيء؟ لما يكون هو ناشط اجتماعي. ايه؟ بالتاكيد انه بيتجاوب مع جميع قضايا المجتمع. حلو، وهذا الصح. معليش انت شلون انا تقرب مني او تقرب من اكبر شريحه؟ صحيح. لما انت تلامس كل مشاكلهم. اما انك انت بتقعد لي بس، معليش، تخصص هذا المفكر اللي يقعد يتكلم في تخصصه. العالم في الذره بيتكلم في الذره،
الفيلسوف بيتكلم في الفلسفة، لكن أنا ناشط اجتماعي إنسان، أنا ما تخصصت ولا يعني أدعي العلم في أشياء معينة أو في صحيح كل شيء صحيح، لكن عندي يمكن ثقافة بسيطة في أشياء معينة. تسمحوا لي أنا حلو أني أناقش الناس فيها، حلو أني عندي سؤال لك يا جاسم بس يخلص. هذه ترى من باب المسؤولية المجتمعية، ترى ترى على فكرة أنا ليش أعور راسي وأقعد كل يوم أنسب من خلق الله؟ لو مو بأنا مستشعر يعني هذا الشيء، أنا ممكن حبيته عقب، وأنا متأكد يمكن الأغلبية الشكل صحيح. ترى في مسؤولية مجتمعية يا جماعة أنك تساهم بشيء لهالمجتمع. معلش أنا نعم عندي وظيفة من الدولة وأخذ راتب ومرتاح حلو، لكن حلو أني أنا أستشعر حاجة المجتمع صحيح. الناس توصل صوتها، لأن في ناس ترى ما عندهم القدرات. أحسنت، تفضل. خلوني أنا أقول رأيي، ترى الكلام بدون رسميات، ترى هاي كلام طبعاً بدون بالعكس رسميات بالعكس. هذا وسائل التواصل الاجتماعي هي التطور الطبيعي للإعلام، هي وسائل تواصل وليست وسائل اتصال مثل ما هو دور الإعلام الحقيقي. الإعلام الحقيقي هو موجود دائماً، اللي هو الموثوقية والمصداقية دائماً في المعلومة وفي الخبر. إحنا نتبع الوسائل الإعلام الرسمية أو الإعلاميين، ليش يقولون إعلامي، ونتبعه في رأيه أو نتبعه في نشر المعلومة، ومن ثم نكمل. هي مواقع التواصل الاجتماعي هي اسمها تواصل اجتماعي. في أوروبا أو في أي دولة في العالم أو اللي اخترعوا السوشيال ميديا أصلاً، اللي هي المنصات أو البلاتفورمز اللي هي تويتر أو فيسبوك قبلهم ويوتيوب، هم كانوا مجموعة شباب لتواصل مجتمعي سوشيبل. المشكلة أن احنا استخدمناها صارت هي منصات أو هي وسائل الإعلام نفسها، وهذا غلط. يعني مثلا اخوي حسن ناشط او اخوي عبد الله او انا او حسن او اي واحد، احنا دورنا من الاعلام ينطلق وهي مكمل، مثل ما طلع الراديو، السينما، الجريده، عقب جاء التلفزيون، عقب طلعت وسائل التواصل الاجتماعي، فهي مكمله. اتوقع ان احنا عندنا دبليكيت بالمفهوم بين احنا نمارس حريتنا الشخصيه وبين ان احنا نستخدمها كوسائل رسميه او ونلغي دور الاعلام. أتكلم عن تجربة قطر بالتحديد. قطر هناك مسؤولية لدى المجتمع ولدى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. الحمد لله احنا في حالات فردية في الانتقادات وإبراز السلبيات، بس لكن دور الوسائل الإعلام الاجتماعي والمؤثرين هو دور مكمل، والدليل انهم وقفوا في قضايا الدولة مع الدولة، لأن على حق وهم على حق، والمجتمع دائما الأكثرية يكون لديهم الحقية أو المصداقية أكثر غالبا. نعم، فالسمة الغالبة عن المجتمع القطري، وهذا شيء جيد. أيضا وسائل الإعلام القطري كانت جدا مواكبة، واكبت السوشيال ميديا إذا تلاحظون كل وسائل الإعلام حتى المنصات الجديدة اللي طلعت، والدليل وجودنا الآن إحنا في السوشيال ميديا، والدليل أن الإعلام أو الإعلام الرسمي أو التلفزيون قطر مواكب، وهذا شيء ما نحصله في أي مكان صحيح. أو يكون نادر صح. حتى في الدول اللي نعتبرها متقدمة وأكثر، الحمد لله في قطر صحيح. وسائل الإعلام الاجتماعي أو الحديثة وسائل الإعلام التقليدية هم في خط متوازي، قد لا يلتقيان ولكن لا يفترقان. جاسم شوف خلونا نتفق، والله جاسم صراحة يعني ما شاء الله عليك جاوبت على السؤال اللي في بالي يعني بشكل غير مباشر، بس برجع للسؤال مرة ثانية. بس خلني انتقل الحين حق أخونا عبد الله العنزي. طبعا يعني ما جيت تسألني اليوم، جيت أكل كلك لقمة لاحق. السؤال مو سؤال يعني، احنا قاعدة وبنتكلم فيها طبعا. يعني ما شاء الله الحين ها شيء الكبر اللي فوق وكل شبيله يعني. المهم فاللي بقوله استاذ عبد اخوي عبد الله انه يعني الان السوشيال ميديا، وما شاء الله انتم المشهورين في السوشيال ميديا، وخاصه لما تتكلمون مثلا عن كورونا ومدى تاثير كورونا يعني على كل مناحي الحياه حاليا. يعني ساعات في بعض، انا ما يعني ما اقصد واحد فيكم بالذات، بس ساعات بعض الافراد في السوشيال ميديا والمشهورين ويعني تقريبا تصل رسائلهم الى اكبر عدد من الناس، صاروا يشرحون مبت. لحظه يا حسن حول الله كلكم تساكت نزل صاروا يشرحون عن كورونا اكثر من الاطباء المتخصصين في كورونا. زين خليني بقول لك، تفضل. شوف اولا مما لا شك فيه ان انت في مواقع التواصل الاجتماعي مثل ما قال اخوي جاسم، انت تتكلم عن شيء شخصي خاص، وهذا يختلف. نحن لسنا بإعلاميين طبعا، كل التقدير لإخواني الإعلاميين، احنا
نتعلم منكم بالضبط. وانتم في مجال الاعلام، نحن لسنا باعلاميين، احنا ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، واللي يختلف في مواقع التواصل الاجتماعي ان طرحك في يومياتك باريحيه وبالطريقه العاميه اللي تصل لقلوب الناس. طبعا انا اقيم نجاحي او استمراريتي من عدمها بعدد المتابعين وبتفاعل الناس معك. لا يعني مثل ما قلت لك ان هناك في بعض المتنمرين او من هو ينتقد لتصفيه حسابات شخصيه او لعدم معرفته بهذا الانسان او لاخذ فيديوهات خلنا نروح للجانب المملوء من الكاس افضل نعم وتقطيعه هالشكل، فهذا اتركك عنه. احنا الاغلب او القاعده الاساسيه ان الناس هم يتابعونك معك. ثانيا القضايا هذه اللي احنا نتكلم بها، وانا على ثقه ان كل اخواني في مواقع التواصل الاجتماعي النشطين اليوم ما يتجاوزون في هذا المفهوم او في هذه الجزئيه. اليوم انا اقعد مع طبيب اخذ منه معلومات، اسوي معاه لقاء وهو يتكلم في اسس معينه في مجاله الطبي عن قضيه مثلا كوفيد 19، جميل. بعد ذلك انا ايه شفت تحمل تنطرها كوفيد راحت فالله يسلمك. بعد ذلك انا انقل هذا التصور بعد يومين او ثلاثة ايام لما تصل تساؤلات معينه وفي تفاعل معين، انا اتكلم بما قال لي اياه وصل لي الدكتور، هو مش يعني تشطر او انه افتاء مني. بس انا بس عبد الله انت يعني عملت معاه مقابله وقال لك كل الاسئله اللي كانت في بالك طرحتها جاوب عليها ترجع انت بقول يعني عرفت قصدي خلاص هو قالها كمتخصص. ما علي حبيبي بس انا ما اتكلم عنك قصدي في ناس اخرين لا خلي اللي بيفتي من نفسه، احنا موجود هذا الكلام خلينا نتكلم صراحه. لكن بالمقابل انت ما قاعد تجيب شيء من عندك. شوف الان الطرح في السوشيال ميديا هو امر متاح للجميع لانها مواقع تواصل تتكلم كل ما انت يعني عندك من هي دام علاقات اجتماعيه امور كذا ما عندك مشكله. لكن في شيء معين اليوم اصحاب التخصص الطبيب، لا انا ما اتكلم في تخصص الطبيب، المهندس ما اتكلم في مجال المهندس، البروفيسور شيخ الدين، لا انا اجيب الاشخاص المتخصصين في هذا المجال وهم اخذ منهم المعلومه واتكلم بها. ولكن لا مش انا اللي اجيب معلومات من عندي بس. الناس اذا انت الحين اليوم سويت لقاء مع جيت الله يسلمك عند الدكتور حسن الساعي على سبيل المثال تكلم معي في هالموضوع امين ان شاء الله وجيت عقب كم اليوم زين تكلمت باللي هو قال لي اياه في سنابي بموجب تفاعل الناس يبون اعاده الكلام، مو انا بقول حق الدكتور مره ثانيه تعال يعني توضح كلامه اوضح كلامه واوصله لكن باسلوبي بنفس الاسس اللي هو تكلم بها. طيب. يا اخي انت ايش عندك تتكلم يا عمي هدي طيب محمد عشان بس تفضل دكتور حسن السعي دورك دكتور حسن السعي ان شاء الله تفضل اول شيء بس دقيقه اخذ رايكم بس في المكان احنا فيه هذا الاستديو ايش رايكم؟ بصراحه انا اول مره ادخل الاستديو طبعا انا عاصرت الفتره اللي كان ينبني فيها المكان هذا اي والله يعني توقعت بيكون كذي؟ لا يوم دخلت بصراحه اسالكم اقول لكم وين مسوين اول ما دخلت صح محمد ايش تبي خليني اخلص اول شيء روح حق خالد عقب رجع لي زين صراحه التوجيهات سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني الرئيس التنفيذي وأفكاره دائما وأخونا بعد مبارك العوامي ومساعد مدير التلفزيون والمسؤولين أيضا في أن عندهم بعد نظر في أن مواكبة التكنولوجيا الاستديو مثل ما شفناه وخذنا جولة قبل الحلقة أنه دائما وفق أحدث السبل ويواكب العصر. أيضا إذا سألتنا إحنا عن دور الاستديو، الاستديو هو مكان لكن المكانة اللي يحققها التلفزيون الآن كبيرة جدا في برامجه في رمضان برنامج الغبقة أنا اليوم أقرأ في الجريدة أنه يلامس الجمهور مع عاملين استطلاع للرأي وهذا مهم جدا أنه بديل للمجالس في ظل الظروف الحالية بما أنه كورونا فهذا قربنا من بعض. أيضا التلفزيون صار منبر إذا تذكرون في الفترة السابقة فترة الأزمة الخليجية الثلاث سنوات احنا قربنا من التلفزيون برنامج الحقيقة والأشياء اللي كشفها الحقائق للعالم كلها كان من خلال أيضاً منبر التلفزيون. أيضا في رمضان البرامج اللي قدمها التلفزيون قطر برامج تثقيفية دينية أيضاً للمرأة على البوصلة يعني صراحة أيضاً البوصلة اللي هو البرنامج اللي شفنا الاستديو الجميل والحديث أيضا داسم أيضا لا ننسى تصريح أيضا مبارك العوامي مساعد مدير التلفزيون يوم افتتاح هذا الاستديو استديو جاسم عبد العزيز رحمه الله عليه الله يرحمه لما قال ان ايضا او صرح بعوده برنامجكم القرار وايضا هذا الاستديو راح يشهد ايضا هذه امانه من بعد شهر رمضان القرارات لان شوف الصوره النمطيه الحين اليوم عن اي تلفزيون رسمي في اي دوله في العالم ان هذا تلفزيون الحكومه فالناس معلش امانه صحيح صحيح دعم نعم صحيح يعني صارت فتره من الفترات ترى كان في فجوه صحيح بين الجمهور وتلفزيون قطر فاليوم لما انا ارجع مثل هالبرامج اللي تخليني في احتكاك مباشر مع الجمهور تفاعل طبعا وتفاعل اني انا اتكلم يعني مثلا معلش سوري اليوم وجودي انا هني يوم من الايام انا
منو اللي بيجي بيقعد في التلفزيون غير الممثل غير المذيع غير الدكتور غير يعني تخصصات معينه. اليوم انت قاعد تجيب الشارع صحيح وتوصله وتعمل حلقه توصل لكم القرار من البرامج اللي يوم من الايام نجحت ان شاء الله. اليوم عودتها بيبدا بقوه ان شاء الله صاحب الفكره وباذن الله يعني مقومات النجاح موجوده وباذن الله راح ينجح. تلفزيون قطر للامانه كل سنه قاعد يبهرنا بتطوره في برامجه. سعاده الشيخ عبد الرحمن بن حامد بن جاسم مما لا شك في هذا الرجل صاحب العقليه الفذه، وايضا الاخ العوامي الله يبيض وجهه رجل يعني هذيله من شباب من مجتمعنا اليوم قاعدين يطلعون بافكار جدا جميله ببرامج جميله. سعاده الشيخ عبد الله العزيز الحين تطبل سعاده اي انا بتكلم مثل ما في عندكم طار يا الربع الله يعينكم ما عندكم طار نطبل خليه ياخذ راحته بالحكي الله يسلمك انا والله مش تطبيل لا انا وياك بس انا قاعد اقول لك راح تلقى الحين ناس الشكل مثل ما سالت على اليوم طبعا بالعكس يوم قال لك ان في ناس بتجي التنمر ما ليش خلنا بس اقول الله يسلمك اليوم السنه لازم انقذك شوي برامجنا مميزة كل الكل قاعد يثني عليها أكيد. تلفزيون قطر قاعد يتطور كل سنة للأفضل برامج تخاطب المجتمع. لحظة أنت مساء قاعد تأكد يا الله حلو وايد حلو صح بس ما قلت لنا اليوم فطورك اللي أنت طبخته يا اسكت هل كان أيضا حلو؟ إنزين أنت ماكل عندي في البيت وشفت أنا نعم تعشيت عندك ذاك الليلة الطبخ صراحة ما شاء الله وعلي بس لا بس وعلي اليوم أنا سمعت صوت الريحة صوت الريحه كيفك عاد فسرها شو السيره هذه وما شفت انا ما شفت الطعم صوت الريحه انا سمعت اليوم وشفت الريحه شوف هذا الله يسلمك يا ابو رشيد من امور الحجر اللي فاتت انا تعلمت في قضيه الطبخ وطورت بها وقمت اطلع بافكار جديده واليوم حتى ترى بناتي وعيالي يستانسون يستمتعون في الموضوع كانوا عندي احفادي اليوم انا الله يحفظهم لك حفيدة. ان شاء الله ما شاء الله فالله يجزاك الخير قولوا ما شاء الله تبارك تذكر الله تذكر الله انت لا عيالي يستانسون اني طبخت فاليوم انا سويت كبسه دجاج سوداء نعم وسويت مكبوس لحم ابيض ما شاء الله اي نعم وسويت مرقه يعني طبخ. هل هذه نعتبرها من فوائد كورونا ومن فوائد الحجر المنزلي؟ هي فوائد اكثر من هالشكل نعم. اليوم حتى تقربنا من عيالنا ترى كان في قاب كبير يعني اليوم احنا قاعد ننجبر في تسكير بعض الجهات وبعض الأماكن فصار في قرب بيننا وبين عيالنا صار فيه احتواء أكثر عرفنا عيالنا أكثر للأمانة خلينا نتكلم صراحة كنا محتاجين وكأنما الله عز وجل وضع هذا الأمر لأسباب يعني بإذن الله تعالى رح نظهر من هذه الجائحة لكن حطت فينا طبايع وعادات جميلة أنا جدا. عندي سؤال صراحة من بداية الحلقة يعني أبي أقوله جاسم خليك معانا جاسم قاعد اغرز بس عبد الله ينزل ما كمل ترى موضوع التلفزيون يكمل بعدين عجبك موضوع التلفزيون جدا فيعني كبرامج لين اكلت لا ما تكمل ما تقدر تاكل في البيت مقصوده ترى ها اي والله طب كبرامج تلفزيون كاز وفيل اول مره معلي يوتيوب كاز وفيل صايك كبرامج تلفزيون برامج تلفزيون قطر والله العظيم احنا اقول لك للامانه يعني في تطور دائم ومستمر دائما يخاطب الشارع البرامج اللي قاعد تسوونها كلها قريبه من قلوب المجتمع والشارع الحمد لله وسواء في البرامج التسجيليه الخارجيه في المسابقات اللي قاعد تسوونها مع خليفه رميحي جدا مميز بطبيعته احنا نقول له اخوي خليفه لا تغير طبعك ولا تغير اسلوبك والقائك الشعبي العامي هذا جدا قريب من قلوبنا اليوم شوف في هالمجلس قاعدين نسولف ونضحك ما شاء الله عليكم والشباب اللي موجودين اليوم نفخر بهم ذيلا كلهم هالاستديو الجميل اللي من تصميم طبعا ما تدرون ترى من تصميم بنات نقطريات اللي تشوفونه كل اللي احنا فيه فهذا دليل بعد يعني ابداع بناتنا وشبابنا وهذه كلها مشاريع منزليه باسم الاعلامي والزميل والصديق جاسم عبد العزيز اخذ ولا ابو علي انت قم براحتك اصب عليك يعني عادي اقوم قدام التلفزيون وش اي لا لا خذ راحتك علي مخلي الزين هناك خذ راحتك يا عبد الله تفضل يا جاسم نشيد بان اسم الاستديو على اسم الراحل الصديق والاعلامي وهذا لمسه وفاء طبعا نسميها باسم جاسم عبد العزيز الله يرحمه الله يرحمه في الكورونا خلنا نتكلم الجانب احنا ما نكون يعني في مرحله جلد الذات زياده عن اللزوم الكورونا بعد علمتنا ان احنا وسائل التواصل الاجتماعي وسيله للتواصل بيننا
يعني أيضا إحنا نتابع الإعلام وتأثيراته. تأثيرات الجائحة كانت قربتنا من بعض، خلتنا نهتم في مواضيعنا أكثر. تباعد الله يخليك، خلي التباعد يعني بينك وبين اللي بتعطيه. الله يخليك يا أستاذ عبد الله. بس الكمام موضوع كورونا إحنا كثير منا طلعت إبداعات، يعني الحين عبد الله طلع اكتشفنا في موهبة الطبخ، وإن شاء الله نشوفه عنده مطعم. يعني هاي فوائد كورونا تقريبا، مطعم الشيف عبد الله العنزي. أيوة الشيف. يعني إحنا الكتابة رجعنا للكتابة، الأخ حسن أشوفه يطل ما شاء الله، كان في فترة الحجر يطلع في سناب ويتكلم في أشياء مهمة، في قضايا مهمة جدا، مع أن حسن مقل وكان دائما يحصر نفسه في الكتابة الرياضية، بس أنا أشوفه موهبة في أنا أنا ميداني تويتر أتكلم رحمة كلنا الله ميداننا تويتر نفسه. يعني يمكن عبد الله شوف لاحظ، يعني ترى شوف في بعضهم يجيك يقول لك وش أفضل منصة. نعم. ما تقدر تقول وش أفضل منصة، كل منصة لها كل منصة لها لها روادها يعني رواد طبعا صح، كل منصة لها المتخصصين فيها كلاب هاوس أو اللي حابين كلاب هاوس. وين احنا في كلاب هاوس؟ أنا مسي بالخير على الربع والشباب اللي في كلاب هاوس، يستاهلون والله. أخوي فيصل التيبي، أيوة. أخوي خالد خالد قطر، أخوي علي، أخوي عبد الرحمن. شوف بعضهم حتى ما يعرف أساميهم. أكيد أكيد ينقشون حلقتنا الليلة. لا وكام كلهم الحين يتابعون. لا 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 الله يعينه عقب ما يطلع. للأمانة الرومات الإفطارية قامت تصل إلى أعداد مشاهدات ومتابعة. عندي سؤال، ما قطع كلامك كله بالخير يا أخي، أنت صبح ليل ظهر عصر في كلب هاوس، متى تطبخ؟ والله سؤال متى يرقد، والله متى ترقد حتى بتركيا والله تركيا ما في الاعمال الحين مكانك اي وكيل اعمال يا رجل الفجر الفجر تطبخ يعني ايش صار لو لا 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 انا لا ما شاء الله انا بقلدك قولوا لا اله الا الله يا جماعه ليش بس سوبر مان سؤال في محل حبيبي هذا بالطريقه هذا بالشيخ عطنا الطريقه علشان نصير نفسك سؤال في محله جاوب رد عليه والله شوف بقول لك شيء أنا للأمانة ترى كلاب هاوس سحب من الطاقة من عندي كثير صحيح ما عاد أشوفك في سناب أنا مثلا أتابعك أنا عبد الله قايل لك قبل لا ما حاسب علي كلاب هاوس كثير من الناس ولله الحمد عرفوا عبد الله اليوم الحوار الصوتي يفتح أفق للآخرين يتعرفون عليك أكثر صح فكل الشكر لإخواني للشباب اللي سووه للحلقات اللي سووها اللي خاصة فيني بس عبد الله عاد أنت الربع ما يحتاج دعمين يعني بس الحمد صح لله. انا شوف انا ادري ان في ناس وصلوا لك عن طريق هالرومات وسولفوا وياه وارتاحوا والله يعني كانت عليه حلقات تاسفوا ترى تاسفوا في ناس واجد انا ادري وصلنا احنا اسفين فهمنا شيء شفته بنفسي من محاسن هذا البرنامج ترى له كثير من محاسن علي بس الان خلاص لازم اني انا اخف وارجع لسنابي ها سوي كنترول بس على فكره كلاب هاوس انت بتجيب العيد اي انا اقول لك كيف شو مسوي يعني احنا زياده عقب البرنامج بنشوف اي عقب انا وياك الرابع بنعزمهم يشوفون لا تسوي لي سوالف عن قدام الناس هذا اللي بيطرح السؤال اللي انا بطرحه صراحه هل هناك فعلا عندكم قهوه انتم عندنا كل شيء الحين في الفاصل ان شاء الله في الفاصل لازم ليش في الفاصل في الفاصل نواصل خله يجي لا 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 ما يدش لان احنا خمسه بس في الاستوديو عشان التباعد لازم واحد يطلع علشان القهوه اي نعم اي نعم هاي التعليمات اللي عندنا كوفيد 19 هذه نعم كوفيد هل فعلا المصداقيه تسود كل وسائل التواصل الاجتماعي حاليا طبعا صعبة يعني هذا اللي هذا اللي نبي نركز عليه من اي ناحيه المصداقيه لا ما تقدر تقول الوسائل نعم هل الناشطين في هالوسائل عندهم كلهم عندهم المصداقيه هني السؤال بيكون بهالطريقه اما انك تقول كل الوسائل فيها مصداقيه هي اكيد فيها مصداقيه لان اللي يطلع تشوفه انت اللي يكتب انت تقرا له هذه هاي خلصنا من المنصه هو كشف كثير من كشف كثير من العيوب اللي يتكلم الشخصيات نعم. يعني بعض الناس كصرنا كنا نعرفهم نشوفهم شخصيات يقولوا لما شفناهم لايف استغربنا منهم ليش؟ وفي المقابل أيضا في ناس ما كنا نتوقع ظهورهم هذا الشيء صراحة كان بوزيتيف يعني ظهورهم يعني بس صار بعد جلستك يا شيء ليش صار إدمان شلون أكيد حد ما هوش زمن كورونا يقولون لي بعد جلستك ولا ترى لو تلاحظ كلاب هاوس طلع متى إيه بعدها باسبوع نزلت قرارات اللي هي زياده الاجراءات الاحترازيه نعم. وبعض الاقفالات و50% تقليص الدوامات العالم فاضيه بس امانه بس صار ادمان صار ادمان لان انت سالفه جر سالفه وموضوع يوديك لموضوع ما تقدر يعني انت تحرم على موضوع فعلا؟ يعني عبد الله من يدخل الروم اي شيء يكون سواه امس صارت له سالفه امس لازم تكلمونه اليوم انا أدخل كلاب هاوس ثلاث مرات في اليوم حتى في اليوم الواحد ثلاث مرات في اليوم إيه؟ أدخل الصبح مستمع
في بعض الأخوان متخصصين الصبح بدري يحطون دورات عن تطوير الذات، دورات في الماركتينج، دورات في السوشيال ميديا، في الأدب، في الليل تشوف دورات. شفت كثير من الشعراء الأدباء الإعلاميين موجودين تشوفهم في الليل فترة العصر، حضرت العالم كله صحيح. تسمع دائما سبحان الله، الله خلق لنا اذنين وفم واحد نسمع أكثر. إيه؟ فأنا أسمع أسمع أكثر واستفيد. بس هالمنصة بو سلمان المنصة ذي ترى نقاشية أكثر أكثر منها بث أخبار. اسمع اسمع ما في أخبار بس يعني، ولا وأفضل ما فيها النقاشات. نعم. يعني أنت ممكن يعني أنا مثلا الغرف اللي فيها والله الشارح حتى المهاك خفف أكل خفف أكل شوية أمل أطلع، لكن الموضوع صار فيه نقاش. هذه ميزة، لأن سالفة أني أبث موضوع وأتكلم عنه ترى تقدر تحطها في أي وسيلة، مقطع يوتيوب تنزل له رابط في التويتر تنزل ما أدري وين، مثل ما جلس أهرجك على متنها. لكن أجي أنا في موقع مثل كلاب هاوس اللي أنا أشوفه وجهة نظري أن هذه منصة للنقاشات، مش الواحد يقعد ويسولف لساعة ويقول لهم يلا في مالك. هل اسمع أنا هذه أنا موضوع، هل لها ليفل معين؟ بعطيك مثال يعني، هل شلون طبقة الكتاب والمؤلفين والمفكرين ينجحون فيها؟ إلا إيه؟ إذا كان المتخصص هذا عنده قابلية أنه يناقش الناس، لأنه معلش في واجد من المثقفين ترى إحنا خدعنا فيهم، خلنا نكون واقعيين. تلقاه ينزل وتشوفه وتسمع به، تشوفه في التلفزيون، تشوفه في كل مكان، الله هذا اللي ما في مثله. لما تقعد تسولف وياه يا أخي خاطره ضيق. لا بغض النظر عن ضعفه حسن، ما يعرف ينزل للناس في لغتهم. يعني معليش اليوم استاذ سعد دكتور في يدرس في كلية المجتمع أنا. نعم. حلو، في وياه من المدرسين الثانيين اللي موجودين وأنا درست هنا، يا أخي تشوفه يتكلم وياش حالاته لما يجي يدرسك، يا أخي يكلمك أكاديميا بس ما يعرف ينزل لهجتك. صحيح. فواجد المثقفين من هالطريقة، لكن لما يجينا أنا مثقف يعرف ينزل للناس، وهذا اللي احنا قلنا. انا يوم من الايام قلت حق الدكتور احمد عبد الملك، نعم، قلت له انتم انزلوا للناس، الناس ترى ما راح يطلعون لكم، المجتمع او الناس العاديين ترى ما راح يروح يدرب نفسه عشان يعرف يفهم. هل عبد الله نزل؟ انت انزل له ابو علي. هل عبد الله نزل؟ انا وين كنت فوق؟ عبد الله قاعد ويا الناس كله قاعد يا عبد الله. توصلني مسجات الان يقولوا ما شاء الله عبد الله العنزي مولع في خاصه في الكلب هاوس، فيعني رب ما حد انتقد بس اللي وصلني، فما ادري شنو وجهة نظرك او تعليقك على الشباب اللي يقولون ان ما شاء الله انت مولع ودائما تطرح المواضيع كذي وتروح يمين وتروح يسار. نفخته ها ايش رايك راح الحين مو بعرف يتكلم والله اكمل اكل احسن شو الله يسلمك. الله يجعلني عند حسن ظن الناس. امين. اللي وصل عبد الله هم الناس، وانا بلي الناس ما اسوى شيء. انا ما ابغي اقول انا وانا، انا بلا الناس وبلا متابعه الناس ودعم الناس. انا انت ذبحته مع مشطك كل شيء، انت مشط لحيتك شو صار؟ اي هذا اليوم ما حد قال والله كل شوي صار ست ايام يشط فيها. اقول له في السوالي قلت ايش فيك ايش حك لحيتك الحين ركزت. اسمعني انت اول ضيف عندنا في المجلس في الغبقه انتبه حق والله في ملاحظه جاتني قالت بعض الاوقات تصريحات المشهورين تسبب مشاكل للجهات الاخرى لأن المعلومة اللي يطرحونها أحيانا تكون غير صحيحة. إيه هذه الله يسلمك أنا قلت تكلمت عنها في السناب. اليوم الله يسلمك أنا قلت أكثر من مرة، هل نملك حرية التعبير بالرأي ولا لا أبو علي؟ إحنا نملك حرية التعبير بالرأي، ولكن لابد أن تستند على ركيزتين أساسيات. الأولى المصداقية فيما تنقل. شنو يعني؟ يعني لا تتبنى رأي ولا تتكلم في شيء ما لم يكن حقيقة. نعم. ثانيا عدم الشخصنة، لك مطلق الحرية أن تنتقد عمل جهة وزارة مؤسسة هيئة بكل أريحية، ولكن هناك حدود للأدب بعدم الشخص. أنا شلك في طول الرجال في عرضه في لونه في شو يملك ما يملك، هذا لا شأن لك به. نعم. سواء على مستوى هذا أو حتى مستوى شخص إذا تبي تتكلم عن إنسان في مواقع التواصل الاجتماعي. ثانيا إذا أنت بتنتقد في هذه الجزئية لابد يكون أنت تملك مصداقية. يعني إيش؟ أنا أتكلم عن شيء هو على أرض الواقع فعلا. إذا ما استنت على هالركستين الأساسيات لا احنا نقول ونطالب الجهات المعنية بالتدخل وإيقاف أي شخص متنمر. اليوم مش شرط. ليش الطالب الجهات؟ لا دقيقة الله يسلمك، خليني بفهمك، خليني أخلص محمود بقول لك شغلة بعد شوي. زين تفضل. اليوم الله يسلمك لما يجي إنسان يستثير قضية رأي عام حلو لتصفية حسابات شخصية على مؤسسة أو هيئة أو وزارة حلو، وهذا الأمر اللي تكلم به هو ليس على أرض الواقع وهو تدليس وغير واقعي، مش من المفترض علي أنا
كأحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أتحرى الحقيقة أو حتى كمتلقين اليوم. اليوم عندنا كثير من المجتمع يعني لما يطلع فيديو عن شخص تنمر عن وزارة أو مؤسسة تلقى في أشخاص وقفت مع هذه الموجة وعلت هذه الموجة. زين هل أنا من الشرط أركب الموجة ده منها عالية ولا قبل لا أركب الموجة أتأكد إن كانت فعلا بنيت على أسس حقيقية اللي هي المصداقية وعدم الشخصنة؟ خلاص في ذيك الحزة نركب الموجة. صحيح. إذا كانت غير صحيحة لا والله اللي بوقف ضد الموجة وبكسرها وبأنقل هذا الواقع والحقيقة لأن هذا الدور المناطفين. لحظة يا جاسم لحظة بنواصل إن شاء الله بنأخذ يعني استراحة بسيطة علشان أنت يعان شوية عبد الله وعيالك ما يشوفونك. بناتي شيخ وما استراحة قصيرة أعزائي المشاهدين وراجع لكم مرة ثانية إن شاء الله. يلا تفضل. عودة لكم أعزائي المشاهدين وعودة لبرنامج الغبقة وعودة للقائنا الجميل والمميز والممتع صراحة في هذه الليلة الجميلة أخوي حسن حمود أخوي عبد الله عنزي أخوي جاسم سلمان وأيضا أخوي سعد برشيد بطلال عزيز وغالي. وطبعا يمكن الآن أعرض شوية صوب عبد الله عنزي واحد من الإخوان عندنا في الكنترول يقول بعلي مسكين تحمد له بالسلامة وقول له سلامتك من الطيحة. بس ما اعرف شنو الطيحه هذا الطيحه عيب ما صلت على النبي ولا اي ما اعرف شنو الله يسلمك لابس نوربيانو اكيد لا يا ابن عكس السوالف احنا طالعين الله يسلمك في تركيا مطار طالع صعد على هاي البرج مال اللي في اسطنبول زين ففي الطلعه ما في مطر واحنا نازلين مطر وفي الطريق دي حاصه كبار وجعله مطر وقعد مثل الزلق وانا لابس جوتي ايزي اي زي ما يلبسونه في المطر بس احنا ما في مطر واحنا رادين مطر وانا غافل اصور هاي عبد الله هاي دعاية زين وانا غافل اصور ما قاعد لك ترى انا اقول لك الحين لازم تحاسب ترى انت مو في سناب عبد الله العنزي انت على التلفزيون قطع خليني اكمل سالفتك عشان اعرف الاسامي هذه تقول نبي نعرف القصه خلاص اصور وانا اصور اسلمك زلقت في زلقتي تخبر يدي على التليفون وماسك الجافه على اساس انه ما يطيح الجوال ولا ينكسر فتميت قابض وتخبر انت طايح تمسك في اللي في يدك وطبيت على ظهري ما اعطيك المعلومه دي زين وعقب خلاص لين طحت جو الرابع وشلوني يوم خديت التليفون ولا المقطع موجود كنت موجود نزلته ويضرب الله يسعدك يا عبد الله غيرك والله ما ينزلها الحادي يعني انت عارف ان هالمقطع شوف يعني شوف ترى الميزه في عبد الله نعم. وهاي المطلوبه في اي واحد يدخل السوشيال ميديا انا ما دام دخلت ترى لي ضريبه يعني عبد الله يمكن الجراب ابو سلمان نورك عبد الله يمكن اخر واحد حصل قص 10 ثواني تقول تنزلونه الحين دائما هذه ضريبه السوشيال ميديا فعبد الله يعني ممكن هالمقطع انا عارفه يعني وشافه بنفسه يمكن التفاعل الحلو والجميل مع هالمقطع في ناس ابدعوا غيره ما ينزله والله يعني مو مجبور تدري ابو علي هذه انا بس قبل اكمل قبل في رساله وصلتني من واحده من المتابعين تقول لي سلم على الدكتور سعد دكتوره وتقول له هلا فيه بالايه كيفك عاد تبي عقب اراويك رساله كيفك انا هاي على الرسول الا البلاء هالايام الاختبارات ايوه يعني صديق طيب الله يوفق الجميع ان شاء الله تفضل يا حسن جاسم سلمان الان كل واحد مسك الجوال ونزل سناب شات وتكلم كتب انا الاعلامي فلان انا المشهور فلان انا كذا القاب مجانيه فصارت فوضى الالقاب الالقاب مجانيه طيب هل هو كل من طلع في على السناب مثلا او على التواصل الاجتماعي هو مؤثر هو مشهور هو مروج هو ايش انا دائما عندي كلمه ان في فرق بين التاثير والاثاره فرق بينك تكون مثير او مؤثر انك انت سهل انك تثير الناس إيه؟ وسهل انك انت دائما تطلع اي شيء سلبي يلتمون عليك الناس دائما الناس يعني الانسان قبل السوشيال ميديا كان عدو ما يجهل الان صار صديق ما يجهل اي شيء ما يعرف فلان والله في الموضوع الفلاني كل راح يشوفه صحيح فصار يصير عنده انتشار وليس شهره الشهره هي في التاثير يعني احنا شفنا سنين اذا انت تلاحظ سنين عمرك كنت ما شاء الله يعني خابرك يعني من المتقاعدين
السنة الجاية بتقاعد للحين للحين موظف. أكيد مروا في شريط عمرك تتذكر في ناس وايد كانوا شعراء إعلاميين مسرحيين أدباء زملاء صحيح وترجلوا عن حصان الشهرة أو الحضور الجماهيري. نعم. فالمشكلة في أنك أنت لازم تكون عندك ترسم خطك تحدد وجهتك تحدد تخصصك. قبل شوي أبو حمود يتكلم عن الاختصاص، الاختصاص حتى في السوشيال ميديا، واحد متخصص في الطبخ، واحد متخصص اسمع عبد الله العنزي صح؟ لا 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 والله ما شغل انا مطبخ الا في الشهر لا 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 مو عبد الله لا لا اتكلم ان في بعض الناس في الاكلات نعم في مثلا فنادق هذا ما يخص جاسم صاحب التخصص ايوه لكن اجمالا انت درست في شغله في الرياضه مثلا انا يا جاسم ما افهم رياضه في حد الرياضه صح في وانا صغير كانوا يشتروا لي الجوتي وبدله الرياضه اقعد مره بلعب بعدين اطلع اترك الجول يدخلون جول فما احب الرياضه فما اقدر اتكلم من اخوكم الاعلامي حمد جاسم ونعم يسلم عليكم الله يسلم ويقول الحلقه مولعه الله يوفقكم حلوه الحلقه والضيوف نار وتوازن اختيارهم موفق يعني هاي طبعا بما احنا موجودين يعني كنا اضافه للاخ حسن نفتخر فيه نعم فاحنا يعني كنا اضافه لهم في الحلقه يعني شرفنا فيكم وقلنا متشرفين فيكم احنا ايش قلنا يعني ابو طلال وحسن احنا كنا طلاب صغار يدري حسن ايوه الاستاذ سعد كنا نشوفه في المسلسلات ايام الشباب ايوه ما زلت شباب الله يسلمك حسن من عام 1991 وانا اشوفه في البرامج الجماهيريه نعم اذكر انا تونا كنا يعني في الاعداديه وبعد حرب الخليج بالضبط كان احنا عندنا نشر غسيل هاي مو بسوالف الله يحفظك ما خلى شيء ابو علي قسم بالله ما خلى شيء طلعني ذي الصوره انا وياكم يا دكتور حسن هو يقول عن تاريخك يعني فكنتم مؤثرين وتعلم منكم احنا نتعلم ونستفيد من بعض خلونا ما نكون قبل الفاصل تكلمنا عن مرحله جلد الذات بعد احنا خلنا نقول ان السوشيال ميديا بعد فيها ايجابيات كثيره يا جماعه صحيح صحيح يعني ايجابيات منها في كورونا التوعيه كانت في السوشيال ميديا نعم مع وجود الوسائل الاعلام المتعارف عليها اليوم صباحا انا حسن حمود كنا في فعاليه ايضا وكان فيها نوع يعني دعم خيري بالضبط. لفعاليه خيريه وهذا التاثير هذا التاثير انك تنقل يا اخي الغارمين اللي كل سنه في رمضان احنا يعني الله يجزاهم الخير جمعيه قطر الخيريه والله يكتب اجر كل هالقطر واخواننا المقيمين هذه رساله آمين. انا اوجهها عبر تلفزيون قطر شكرا لتلفزيون قطر شكرا لاذاعه قطر شكرا لاذاعه القران الكريم لا تنسى القران الكريم والله شكرا لاخواننا واهلنا من اهل قطر والمقيمين المتبرعين اللي بالفعل اليوم بعد الله عز وجل ثم الاجر لكم انتم يعني انتم الاوائل في هذا الامر بتفريج كربة بسداد دين الغارمين من اخواننا واخواتنا اللي بالفعل دخلوا في تجارك في كل رمضان ولله الحمد يطلعوا الله وايد ما شاء الله جزاهم الله خير وهذا ان دل يدل على طيبه ومعروفه هالقطر وترى تاكدوا امر مثل هذا هو اللي رد عنا كثير من الشر برنامج عمران اللي قدمه زميلنا سوار الذهب نعم على شاشه تلفزيون قطر وعلي تدري اكبر حاضنه للايتام في العالم عبد الله عمران ملايين على فكره يقولوا لي الحين الاخوان ملايين المشاهدات ترى اللي خليني بفيدك شوف احنا اليوم احنا اليوم في السوشيال ميديا نحتاج محتوى احيانا يمكن الواحد ما عنده ذا يجيه يوم ما عنده شيء صحيح احنا اليوم ترى وسائل وسائل الاعلام عندنا الرسميه في الدوله ترى قاعد تصنع لنا محتوى خاصه في رمضان والايام الروحانيه هذه صحيح كلامك احنا اليوم امانه محظوظين ترى في قطر وانا قلتها اكثر من مره انا من الناس اللي الحمد لله الله قسم لي اني رحت شفت النازحين صحيح. ورحت شفت عمل الجمعيات الخيريه عندنا صحيح. اليوم العمل عندنا منظم وفي وسائل اعلام مسخره اللي هي للدوله صحيح فاحنا اليوم عندنا يعني عندنا فيديوهات ننزلها لما النبي يعني عن طريق حسابي انا ابي هالمحتوى حابه أنشر عن فعل خير عن الغارمين عن النازحين توصيل مساعدات لهم صحيح. أفطار صائم فهالمحتوى اللي قاعدة تسويه الوسائل هذه كلها الإعلامية الرسمية هذا محتوى لي في الآخر يعني أنا قاعد أستفيد منه بأمانة ترى محظوظين غير هذا الناس في قطر ترى هالخير هذا اللي بقوله الله سخر لهم الله سخر لهم جهات رسمية صح توصل مساعداتهم وحتى الاشخاص بالضبط العاديين بالضبط ووصل لهم وشيء في سهوله مجاني متطوعي نعم ثقافه التطوع دعمتها وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير بالضبط جدا. يعني دائما كله وهذه الفزعه وهذه دائما من سمات الشعوب دائما في ارث جمعي او سمه عامه في اي شعب
في قطر دور التواصل الاجتماعي مثل ما قلنا بداية الحلقة هو تكاملي، يعني احنا شفنا دائما مع قضايا الدولة، قضايا توجه المؤسسات وحتى النقد نقد موضوعي، يعني احنا مثل قضايا التعليم، الحلقة عن التعليم كان في انتقادات موضوعية ما تزعل حد. انا مثلا في الصحافة اول كنا نطرح، انا اقولها قبل وابو علي يدري، انا كل قضايا اللي طرحتها انتقادات للجهات. انا كنت صحفي تحقيقات بدايتي قبل ان الصحافة الفنية والثقافية، كنا نطرح مواضيع في حياتي ما حد ما تعرضت للمساءلة، طرحت أكبر المواضيع. صحيح. وطرحنا مواضيع قوية جدا، منها مواضيع الطرق، منها مواضيع تأخير الازدحام، منها مواضيع تأخر المشاريع، منها مواضيع التعليم من أيام المدارس المستقلة وما قبلها، مواضيع كثيرة. حتى انتقدنا، حتى التلفزيون يرحب بسعة صدر كانوا يتقبلوا انتقادات، وهذا الانتقاد يساهم في التطوير. أكيد. بس أنا بجي على النقطة. إيه معليه. بعقب عليه وكملها. تفضل. وأنا كان لي تعقيب على عبد الله في الموضوع. اليوم في انتقاد، صح ولا لا؟ ومثل ما قال الانتقاد المؤدب الكل بيسمع، الانتقاد اللي ما في شخصنا الكل ما بيسمع. في انتقاد، في نوعية موجودة بيننا، يعني ترى إحنا مو في المدينة الفاضلة، بيننا ناس يا أخي نعم بيقطون كلام وبيتعدون على يعني بيشخصون بعض المواضيع. صح. ويعتدون باللفظ على بعض المسؤولين. عبد الله قبل شوي قال أنا بدي الدولة، لا يا أخي أنت إذا اعتدوا عليك روح بلغ عليه، معلش سوري. اليوم بسبب تأثير وسائل التواصل صار في قانون اليوم درام الإلكتروني العام، ما فهمتني حبيبي، خليني بفيدك. لا شخصية. باجيك اللي يستثير الرأي العام، لا خليني بفيدك، توقف عند حد، خليني بفيدك. لا عبد الله إيه في قانون، ما أنا شو أقول لك، أنا بوصل لك للفكرة اللي أنت، لكن انا ما ابي ان الدوله تجي تحط لي قانون قوي. ما فهمتني بعد، خليني بفيد والله فاهمك، خليني بس ليه طالع هذا القانون موجود، اقول فكرتي بتفهم. موجود القانون، اذا خلينا نكمل الجرائد الالكتروني قصدك. نعم لا خليني بقول اول شيء بس خليني اقول فكرتي بسبب تاثير حسن. بسبب نعم. تاثير وقوه وسائل التواصل اليوم أنا الدوله سنت قانون الجرائم الالكترونيه، حلو صحيح. القانون هذا راح يستخدم من الجهات اللي راح تتعرض للتنمر ولا للشتم ولا للسب وللافراد. يعني انا مثال امس أنا قطيت كلمة أو تغريدة، ترى في ناس واجد حبوها، لكن بيجيني واحد يقول لك يا أخي أنت مطبل، أنت مش عارف إيش، ممكن يسبك يسبك يسبك. أنا أصد، لكن أمانة اليوم أنا وصلت القناعة. بحمود شراويتك مساء فيديو لي من 4 سنين، هذا هو محتوى مختلف كامل، علشان كذي أنا أقول لك فعل القانون. بدأ فيه من بألفاظ يعني غير مؤدب للأسف، وتم ترجمة. أنا مبين كنت متين من 4 سنين، فالحين قاعدين يبثون الفيديو كأنه جديد. حتى إخواني الله يهديهم طرشوا لي واحد من اللي تنمروا من شوي، فقلت لهم غيرتوا مزاجي وأنا على البث. لا أنا عشان كذا أنا شو أقول، سبحان الله. ترى في جهات، أنا الحين بطلع من عندكم إن شاء الله وبروح حق الجرائم الإلكترونية. عبد الله في جهات، في جهات استخدمت القانون، أو جهات حكومية استخدمت قانون الجرائم الإلكترونية لإيش؟ لتأديب. طب ليش التنمر؟ اليوم إحنا مشكلتنا محمود. ليش التنمر؟ ليش يكون في ناس متنمرين؟ يعني أولاً ليش لما أكتب أنا تغريدة 3 مثلاً يعني أكتبوا تعليق مناسب و15 واحد ينتقد ويدش في شخصك وكذا، ليش؟ فراغ عبد الله، أنت الآن اعتدنا أي فيديو فيه طاقة إيجابية أو طرح معين في له من الناس اللي يتابعونه واجد، لكن من اللي يضرب عندنا ترند؟ وهذا موجود في كل العالم العربي بل حتى في العالم بصفة عامة. الشيء اللي فيه لغط، لكن بعض اللغط احيانا يكون على واقع وحقيقه، وبعض اللغط يكون تدليس وغير وما يمثل صلاح الواقع. ففي ناس تبي تطلع على حساب لان لا يملك لا محتوى ولا فكر وحاسدك باللي انت وصلت عدو نجاح. عدو. انا سبب يوصل صح معك، يوصل على اكتافك. اللي يذبح اكثر اذا انت ما جبت طاري، لكن تسبح هذه الفئه. انا برايي ان من راقب الناس ما تهمن الله، وهم اكيد هذا يموت في همه. وأيضا أنا أتوقع أن دافع الغيرة جانب طبع أو سلوك بشري، لا دور يعني يلعب دور في المسائل هذه، دور كبير جدا في بعض الناس للأسف. ولما يشوفك أنت طالع أو شجاع بطرحك وتعطي من وقتك أو هذا. وأيضا الغيرة ما أبي أقول لفظ أكثر تطرفا في الموضوع، إنما يشوفك أنت مصور مع الشخصية الفلانية أو ناجح أو حظيت بسابقة أو حظيت في موضوع أو خصوك في شيء في تغطية، فكرك أنك أنت كأنك ماخذ منه. اسمح لي طيب. جاسم بقول لكم بس اسمحوا لي أضيف جزئية حتى لا نكون وايد مطبلين أنفسنا. إحنا بشر وعندنا أخطاء، نخطئ بالضبط. ونصيب، إن أخطأنا فمن أنفسنا ونستغفر الله على ذلك، وإن أصبنا فذلك من الله. يعني حتى إن أخطأ واحد من إخوانك يا أخي أوصل له، أنا أتحدى أي حد من إخوانكم، وهذا أبو حمود يدري، وأنا وكم مرة كلمتني أنت وأخوي عبد الله الودين وفي كثير من أهلنا
يا عبد الله اخطيت في الجزء الفلاني، انا انصح ابو حمود، انا انصح فلان، فلان ينصح، يعني يعني في في تواصل من بينكم انت سعد. انا من سعد نحذف اذا جاء شيء والله، اي واحد في وسائل التواصل كنت اتصل فيه. عبد الله من لندن يوم من الايام كانت له المشكله اللي صارت وفيها وكانت منتشره، يمكن تتذكر سبت يوم رحت جرائم الكترونيه وكل حاجه. انا اتذكر كنت في لندن، والله اتصلت فيه، قعدت يمكن اتصلت يمكن ساعه قاعد اكلمه وحاط عليه يمكن الكلام اللي سمعه مني ما سمعه في النيابه يوم راح، انا متاكد. لكن عقب بس من محبه فهم فهم غيري لحظه ايش بيسوي؟ بيمسك هالجوال طال عمرك وعبد الله وفيه وفيه وفيه. هذا لا، هذا لا تقول والله بصد منه، لان احيانا شوف احنا نقول القافله تسير ومش عارف، لا لا ودك احيانا تنزل من القافله وتأدب هذه اللي قاعد، لان فعلا في ناس ما ينفع فيهم. يعني في شخص سبحان الله بالاسم سكت عنه مره ومرتين وثلاث وشهور يا اخي، لين وصل قط كلمه يا اخي والله ما ترضاها، ما ترضاها على عمرك يعني، معليش بغض النظر انت كبير سن او صغير او يعني عيالك بكره ممكن يقرون بعض هالكلام. يعني اذا في يعني في المحصله النهائيه قانون الجرائم الالكترونيه تقريبا راح يكون رادع قوي لكل من يتطاول. واحد طالع يهدد بالضبط. واحد يعني الان انا واحد طالع والله لا اسوي بك، والله لا افعل بك، والله لا اجلدك، انت وين قاعد؟ في اي كوكب حبيبي؟ بلاد فيها قانون ونظام طبعا. ان كان في على عبد الله خطا الجهات الرسميه والمعنيه بتطلب عبد الله وتعال روح اشتك عليه كلام. لا لا روح اشتك عليه. انا انا يعني هاتوا ما بيجي اشتكر مزاجي الاخوان. فاليوم خلينا نفهم جزئيه، اليوم انا لا املك عليك سلطه في جهات رسميه وقانونيه، ونحاول على اي حال طلعونا من هالمود وخلونا نسولف سوالف. طيب خلينا نسال داسب، بس لان داسب ايضا يعني لا لا ايضا يعني خلفيه عن لا شو اسمه مؤتمر المغردين، مؤتمر مؤتمر ملتقى المغردين، ملتقى المغردين اللي كان في 2013 بدل ما وقفته عشان الجائحه. ايه بيرجع مغردين يعني بس تويتر ولا كل وسائل التواصل الاجتماعي؟ انا سويته تويتر، سويته سنه من السنوات كل وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. لكن تويتر كان مؤثر، وتويتر كان له صدى كبير جدا، وتويتر للامانه هو لا زال المتسيد. صحيح. خلينا نكون واقعيين، يمكن يكون السناب بديل عن بعض او الانستغرام بديل عن المجلات مثلا، والسناب بديل عن التلفزيون او رديف له، لكن تويتر الجريده الرسميه، تويتر الجريده المعلومه. اي والله الحمد لله الحمد لله يا جاسم. الحمد لله انا الشغله الوحيده اللي عندي تويتر واتساب، بس مالي لا بالسناب واتساب. انت رسمي انت رسمي لا 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 بس مالي بالسناب مثلكم ما شاء الله عليكم. لا انا 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 سناب ترى من اقوى الحسابات. ليش؟ للأمانة خلنا نتكلم بواقعية، اليوم يتطلب منك تطلع في كل يوم بشخصية وبمحتوى معين، وهذا يتطلب جهد كبير ترى، عكس ما أني أنا أدخل في تويتر عشان كذي أتابعكم أنا أخذ محتوى معين وغير يعني أكمل جزئية يعني المغردين. مع كل احترامنا حق المغردين، لكن سناب على وجه الخصوص يتطلب جهد مضاعف، لأن أنت تطلع بصوتك بصوتك. لا لا احنا ما نتكلم عن جهد عبد الله، احنا ما نتكلم عن جهد، احنا نتكلم عن المعلومة اللي تنزل في كل المنصات. وين المعلومة اللي تقدر ترجع لها؟ شوف ترى تويتر أول شيء سرعة في أنك تنزل اللي تبي. نعم. ما يحتاج منك مجهود ذاك المجهود غير المجهود الفكري طبعا. صحيح. إنزين وكلمة تكتبها. ثاني شيء في توثيق ما تحصله في أي في أي وسيلة ثانية. أنت الحين في سناب تضطر أنك تسجل وتروح تنزل يوتيوب وفيلم، صح ولا لا؟ أي نعم أنزل تويتر. لا خلاص حبيبي اللي تنزله موثق عليك. صح. بكرة حتى رسميا لو الجرائم الالكترونيه انت نفيت، لا حبيبي طلعوا لا بيطلعونا. خلينا اكمل لك موضوع المغردين. ملتقى المغردين اهميته تكمن في انه رسمي وكل الشخصيات العامه والرسميه رؤساء الدول موجودين في تويتر. فهو دائما تويتر اهميته من هذا المنطلق. انا استشرفت المستقبل ان تويتر هذا بدايه ظهوره، اني انا عملت فكره الملتقى المغردين والحمد لله ضربت، يعني باستثناء اخونا ابو طلال الشباب الثلاثه استضفتهم انا في دوره. وليش انهيته؟ ما انهيته، انا الحين عندي تطور للفكره. أوكي. راح اسوي منتدى التواصل الاجتماعي لين 2016 اخر مره. أيوة. 2000 انا استضفتك 2016 انا مسوي من 2012 بالضبط. يعني انا قبل بدايه تويتر في المجتمع. الان انا بسوي ان شاء الله بعد انتهاء الجائحه ومع قرب كاس العالم راح نسوي مؤتمر التواصل الاجتماعي وكأس العالم بإذن الله إن شاء الله 2022، وراح يكون في نسبح بلك كذي وراح يكون في بس كلمة مثل هالأفكار. نبي بس كلمة أخيرة من كل واحد فيكم في جملة عبد الله.
ايش تبي تقول في نهايه البرنامج؟ ما راح نجاوب حبوا بعض. حبوا ايش؟ حبوا بعض. حبوا بعض. جاسم سامحها انا. جاسم حبوا بعض. شكرا شكرا لكم. على قولة اللبناني حبوا بعض. شكرا لكم على هذه الاستضافه وعلى هذا على كميه الجمال اللي الله يسلمك تعطونا فيها. استاذ حسن ابو حمود. ابو حمود انا اقول وسائل التواصل فرصه لوصول راي الجمهور. فاستغلوا الراي والراي الاخر ولا بس راي واحد برشيد. كل الاراء برشيد احمد ربك استغلوا هو ضرب ترمبه ولا عقب الترمبه هو يسترسل انا ادري الحمد لله ما ضرب على النهايه طبعا اشكركم طبعا على الاستضافه واشكر اداره التلفزيون وشرفتونا يعطيكم العافيه اعزائي المشاهدين كل الشكر والتقدير لمتابعتكم الكريمه واتمنى نكون وفقنا في اختيار موضوع اليوم وان شاء الله باكر في مواضيع ثانيه عقبه وعقبه وعقبه باذن الله شكر لي عبد الله العنزي تنعاد الصبح حسن حمود الساعه 6:30 سلمان ما يتكلم مع من اخوي سعد برشيد حبيبي يعطيك العافيه مع السلامه ونشوفكم باكر ان شاء الله مع السلامه